وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شريك رئيسي وقائم على هذا المشروع القومي. الآن مع عرض وشرح مفصل لأهداف واستراتيجية هذا المشروع وكلمة الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكريم، اسمحوا لي سيادة الرئيس أن أنا أعرض على حضراتكم جميعا المشروع تنمية الأسرة المصرية، وهو جهد جماعي شاركت فيه أنا ومجموعة كبيرة من زملائي من الحكومة المصرية. بس لحظة، البوينتر مش موجود على المنصة. مشروع تنمية الأسرة المصرية، حضرتك الدولة المصرية لما أطلقت رؤيتها 2030 وهي النسخة الوطنية من الأهداف الأممية 17، أيضا تكليفات الرئاسية اللي حضرتك بتكلف الحكومة بيها، خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، برنامج عمل الحكومة، كل هذه الخطط كلها بتركز بشكل أساسي على بناء الإنسان المصري وعلى تحسين جودة الحياة. زي ما تفضل دولة الرئيس، الدولة المصرية بذلت جهد كبير السنوات السبع الماضية، نتكلم على مشروعات قومية وصل الإنفاق فيها إلى 400 مليار دولار، أكثر من 6 تريليون جنيه مصري. عندنا المشروع القومي حياة كريمة اللي هو أيضا بيستهدف حوالي أكثر من 50 مليار دولار أمريكي على مدار 3 سنوات، وهو أكبر مشروع تنموي في العالم. كل هذه المشروعات هدفها الأساسي تحسين جودة الحياة للمواطن المصري. انعكست هذه المشروعات بشكل أساسي على تحسن بالفعل في العديد من مؤشرات التنمية البشرية. بنلاقي أنه انخفضت وفيات الأطفال دون الخامسة، نتكلم على ارتفاع في متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، نتكلم على انخفاض أيضا في معدلات التسرب من التعليم وارتفاع معدلات الانتقال إلى من الصفوف الإعدادية إلى الصفوف الأعلى. كل هذه المؤشرات هي مؤشرات إيجابية بالفعل، ولكن تحسن هذه المؤشرات واستدامة تحسن هذه المؤشرات بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التحديات ما زلنا بنواجهها زي كثافة الفصول اللي عرضه دولة الرئيس، كل ده بيؤكد أن احنا لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية. احنا بنحقق النهاردة الحمد لله نقترب من 6%، ولكن استدامة هذه المعدلات وتأثيرها وشعور المواطن بثمار التنمية لا يمكن أن يتم إلا بضبط معدلات النمو السكاني. طيب لما نبص النهاردة على لحضراتكم الوضع السكاني الحالي والمستقبلي في مصر شكله إيه؟ لما نبص على من 1982 إلى 1991، في ال10 سنين دول مصر زادت ب 17.7 مليون مولود، يعني في المتوسط 1.8 مليون مولود. كان في بعض الجهود تمت فانخفض معدلات الزيادة إلى 1.7 مليون مولود في المتوسط سنوياً. ال10 سنين التالية اللي هي من 2002 إلى 2011 زدنا 20 مليون مولود، يعني من متوسط 2 مليون مولود سنوياً. ال10 سنوات الأخيرة 2012 إلى 2021 زدنا تقريباً 25 مليون مولود، يعني في المتوسط 2.5 مليون مولود سنوياً. 2.5 مليون مولود سنوياً ده عدد دولة، في دول عدد سكانها 2 مليون، في 12 دولة على مستوى العالم بيتراوح عدد سكانها بين 2 و 3 مليون، يعني احنا بنزيد كل سنة دولة زيادة بتزيد على الدولة المصرية سنوياً. مهم كمان ان احنا واحنا بنحدد أو بنبص على أهمية إن إحنا يكون لدينا سياسة سكانية متسارعة، إن إحنا نبص على الهرم السكاني. الهرم السكاني المصري، الهرم الديموغرافي النهاردة، لما وفقاً لآخر تعداد قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2017، هناك فرق
بين الهرم السكاني في 2017 والهرم السكاني في 2016 وفي 2006 على أسف. الهرم السكاني في 2006 كان عندي فيه ما يطلق عليه اليوث بلج، عندي فئة الشباب هي الفئة الحاكمة في هذا التعداد. التعداد الأخير اللي تم في 2017 ده عندي ما يطلق عليه قاعدة عريضة من المواليد من سن 0 إلى 9 سنوات، هي دي القاعدة العريضة من المواليد في الهرم السكاني ده. ده معناه إيه؟ معناه إن أنا اللي هيبقوا مرشحين لسن الزواج في ما بين 2032 و 2040 دول الفئة اللي هتدخل سن الزواج. يبقى إذا لم نتدخل بسياسات سكانية الآن هواجه بطفرة سكانية أخرى خلال الفترة دي. مهم أيضا وإحنا بنبص على زيادات سكانية إن إحنا ما نبصش فقط على معدل المواليد، ولكن نبص على معدلات الإنجاب. معدلات الإنجاب أكثر دلالة، وهي الحقيقة اللي الواحد بيبص لها وهو بيضع السياسات السكانية. نتكلم على معدلات الإنجاب، وبنبص على معدلات الإنجاب على مستوى المحافظات، بنلاقي هناك لدينا عدد من المحافظات معدلات الإنجاب فيها بتتخطى الخمسة طفل لكل سيدة. ده معناه أن هناك سيدات بتجيب 7 و8 و10 و12، وسيدات تانية بتجيب 2 و3. فالمتوسطات أيضا دي أرقام كبيرة جدا، ده على مستوى المحافظات. أيضا من ضمن الدلائل الهامة معدلات الإنجاب حسب عمر الأم. هنا لدينا مشكلة الزواج في سن أقل من السن القانونية، لأن عندنا أطفال ما بين سن 15 إلى 19، عندنا تركز الزيادة السكانية أو معدلات الإنجاب ما بين سن 20 إلى سن 29 سنة. كل ده بيبقى مهم وإحنا بنضع السياسات السكانية وبنضع التشريعات الملائمة لمواجهة الزيادة السكانية. التقديرات اللي احنا بنتكلم عليها، احنا النهاردة بنتكلم على الفرد ان احنا عندنا تقريبا في المتوسط معدل 3، معدل الإنجاب 3 لكل سيدة. احنا المستهدف ان احنا نصل الى 1.6 كمعدل إنجاب لكل سيدة. ده هيديني فرق زي ما حضراتكم شايفين في معدلات الزيادة السكانية، وبالتالي معدلات الموارد التي تحتاجها هذه الزيادة. في فرق كبير، بنتكلم النهاردة تقريبا في فرق حوالي 50 مليون نسمة، إذا قدرنا أن احنا فعلا مع بعض نحافظ على المعدل اللي هو 1.6 معدل إنجاب لكل سيدة. الحقيقة ده مؤشر مهم جدا، وإحنا بنتكلم النهاردة على الفرق أو العلاقة بين معدل الإنجاب ومؤشر رأس المال البشري. ده من أهم المؤشرات اللي إحنا بنتكلم عليها لاستدامة التنمية ولوجود دولة قوية بمؤشرات تنمية بشرية قوية. الدول التي لديها معدل متوسط معدل إنجاب ما بين 1 أقصى حاجة 2، دي الدول التي لديها مؤشر رأس المال البشري بتاعها مرتفع. الدول التي لديها معدلات إنجاب مرتفعة مؤشر رأس المال البشري بتاعها منخفض. رأس المال البشري بتاعنا، البشر هم أغلى ثروة لدينا، وبالتالي احنا بنتكلم على مؤشر رأس المال البشري اللي هو معناه بشر صحتهم جيدة، متعلمين أحسن تعليم، إنتاجيتهم عالية، ساكنين سكن لائق، وبالتالي قادرين على الإنتاج والابتكار والإبداع. وبالتالي كل ما زادت السيادة السكانية طبيعي أن ينخفض نصيب الفرد من الموارد، نصيبه من الصحة، من التعليم، من السكن اللائق. نفس الوضع بينطبق على الأسرة، كل ما بكبر حجم الأسرة ده بيؤثر سلبا على حقوق الطفل، بينخفض نصيب الفرد من موارد الأسرة. مهم نقول إنه مصر أيضا أكدت في استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. أبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي القضية السكانية بترتبط بشكل أساسي بمبادئ حقوق الإنسان. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي من أهم حقوق الإنسان، وهي حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. مصر أيضاً موقعة على اتفاقية سيداو الخاصة بحقوق المرأة اللي بتضمن النهاردة أيضاً صحة إنجابية جيدة للمرأة، بتضمن فترة تباعد للحفاظ على صحة المرأة. كل ده يؤكد على أن هذه القضية هي قضية حقوق إنسان بالدرجة الأولى، وبالتالي الهدف بتاعنا أن يتمتع كل طفل
يخرج إلى النور بتعليم جيد، بتغذية مناسبة، خدمات صحية لائقة، وبسكن لائق. وده فعلاً الهدف من هذا المشروع، هو الارتقاء بخصائص السكان والاستثمار في البشر. هل هناك دول نجحت في خفض معدلات الإنجاب؟ لدينا عدد كبير من الدول كان لديها معدلات إنجاب 6 و7 وبدأت تنخفض. مصر حققت قدر من النجاح، ولكن ما زلنا ما وصلناش للرقم المستهدف، وايضا ما كانش عندنا للاسف استدامه في هذه النجاح. يعني احنا واصلين النهارده ل3، وكنا وصلنا الى رقم اقل من كده، ثم ارتفعنا الى 3 و4. فاستدامه هذه الجهود شيء مهم جدا من اجل تحقيق التنميه المستدامه اللي كلنا بنحلم بيها. مهم ان احنا برضو نعرف انه لما بدات السياسات السكانيه في مصر بدات امتى. بدأ أول إطار مؤسسي لإدارة القضية السكانية، كان هناك المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، وكان برئاسة السيد رئيس الجمهورية في سنة 1965. دي كانت أول مرة الدولة المصرية تنظر إلى القضية السكانية، وكان هذا المجلس أو هذه المجلس الأعلى كان برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وكان بيتكلموا على وسائل تنظيم النسل بشكل أساسي. بعد كده مصر أطلقت أول سياسة سكانية سنة 73، وكانت بتقوم على عدة برامج متفرقة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. ثم كان هناك أول إطار مؤسسي، وهو إنشاء المجلس القومي للسكان سنة 85، وإطلاق السياسة السكانية الوطنية الثالثة في عام 86. طب إحنا بنستهدف إيه من خطة تنمية الأسرة؟ الخطة هدفها الأساسي ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة المتزايدة، اللي زي ما شفنا إن إحنا بنصل في المتوسط إلى 2.5 مليون مولود سنويا. ولكن هدفها أيضا الارتقاء بخصائص السكان، لأنه الهدفين دول مع بعض هما اللي بيضمنوا الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري. طب إحنا اشتغلنا على إيه؟ الخطة كان لها مجموعة من المحاور. المحور الأول، وهو محور هام جدا، محور التمكين الاقتصادي للمرأة. ده محور من أهم المحاور، وهو المحور الفاعل في هذه القضية. المحور الثاني هو المحور التدخل الخدمي من خلال توفير خدمات الصحة الإنجابية. المحور الثالث محور أيضا في غاية الأهمية، وهو محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي. المحور الرابع هو محور التدخل الرقمي. كل هذه المحاور تحتاج بيئة تشريعية داعمة. لا يمكن إن احنا نشتغل في هذه المحاور من غير بيئة تشريعية داعمة توفر الإطار القانوني من أجل تنفيذ هذه المحاور. يأتي المحور الخامس، وهو الذي وجه به السيد الرئيس، وهو برنامج الحوافز المادية. طيب احنا النهارده بنستهدف اي فئات؟ بنستهدف السيدات، لان احنا واحنا بحلل لحضراتكم الارقام احنا شفنا ايه فترات الانجاب وايه الفترات اللي فيها المتوسط الانجاب العالي. فاحنا بنستهدف السيدات من سن 18 الى 45 عام، بنستهدف الشباب الذكور والاناث، لان دور الذكور الشباب هام جدا في هذه القضيه. طلبة الجامعات والمدارس المقبلين على الزواج، المقبلين على الزواج من الجنسين، بالإضافة إلى التجمعات الريفية والمحافظات اللي هي بها عدد أكبر من متوسطات الإنجاب. النطاق الجغرافي طبعا إحنا الاستهداف هو على مستوى الجمهورية، ولكن إحنا بنطلق بإذن الله هذا المشروع المرحلة الأولى زي ما اتفقنا مع حضرتك سيادة الرئيس، هيتم تنفيذه المرحلة الأولى وفقا لمبادرة حياة كريمة على 52 مركز في الريف والحضر، بحيث أنه هو نبتدي نتحول من مرحلة إلى مرحلة وفقا للتطوير البنية التحتية والتطوير الكبير اللي بيتم في محافظات حياة كريمة. لما نيجي نبص على محور التمكين الاقتصادي، هذا المحور زي ما قلت هو بيستهدف السيدات من 18 إلى 45 سنة. الحقيقة ده في كل التجارب الدولية ده المحور الأساسي، توفير الاستقلالية المالية للسيدة، مساهمة السيدات في سوق العمل في النشاط الاقتصادي. حضراتكم عارفين إحنا ما زال لدينا انخفاض في مساهمة النساء في سوق العمل، ما زالت
بطالة النساء 3 أضعاف بطالة الرجال، وبالتالي هذا المحور هو محور حاسم في هذا البرنامج. احنا بنستهدف تدريب 2 مليون سيدة على التثقيف المالي وعلى إدارة المشروعات، نتكلم على تنفيذ 1 مليون مشروع صغير ما بين وزارة التضامن، جهاز المشروعات الصغيرة، المجلس القومي للمرأة، نتكلم على مجموعة من الوحدات الإنتاجية اللي هتتم في مراكز التكامل التابعة لوزارة الصحة. في محور التدخل الخدمي كان هناك المسح الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مسح صحة المرأة، أثبت أن هناك حاجة غير ملباة من حاجات تنظيم الأسرة. طبعا تحسنت بشكل كبير جدا السنوات الماضية، ولكن الهدف أنه توفير الحاجة الغير ملباة في وسائل الصحة الإنجابية بالمجان للجميع. عشان كده بنتكلم على تدريب وتوطين 1500 طبيبة، نتكلم على التعاون مع زيادة الجمعيات الأهلية اللي بتشتغل مع وزارة التضامن إلى 400 جمعية أهلية إضافية، نتكلم على تجهيز مراكز ووحدات متنقلة تصل إلى الأبواب للسيدات، بالإضافة إلى أيضاً توفير سلة غذائية للألف يوم الأولى للأطفال للسيدات الأكثر احتياجاً. ده طبعا بيتم ما بين وزارة الصحة ووزارة التضامن. المحور الثقافي والتوعوي الحقيقة محور هام جدا تشترك فيه العديد من مؤسسات الدولة. نتكلم على دراما ومسلسلات تصل إلى البيوت، مسلسلات مختلفة تناقش هذه القضية، نتكلم على فعاليات ميدانية بتتم في القرى، نتكلم على ورش حكي بتتم في المحافظات للأطفال، نتكلم على دور مهم جدا لرجال الدين في التوعية، أنشطة بتتم، فعاليات بتتم في المدارس والجامعات، وطبعا دورات وعي الخاصة للمقبلين على الزواج، لأن استقرار الأسرة شيء مهم جدا أيضا لضمان مجتمع صحي ولضمان أسرة صحية تعني مجتمع صحي. المحور الآخر هو محور التدخل الرقمي، نتكلم على ميكنة كل الخدمات دي. احنا محتاجين نميكن كل الخدمات عشان يبقى عندي قاعدة بيانات كاملة. منظومة الأسرة المصرية بنربط كل قواعد البيانات عشان اقدر النهاردة من خلال كل المبادرات اللي احنا بنقدمها وكل التدخلات اللي الدولة بتقدمها، محتاجين ان احنا نتابع ونقيم هذه التدخلات، ارصد كل اللي بيتم هذه التدخلات وتأثيرها المباشر على خصائص السكان. ده هيتم من خلال المرصد الديموغرافي في المركز الديموغرافي. الحافز الأخير وهو الذي وجه به السيد الرئيس وهو وثيقة ادخارية مؤجلة. نتكلم لأول مرة على حافز مادي وهي وثيقة ادخارية مؤجلة لضمان أيضا استقرار وجودة حياة للسيدة وللأسرة المصرية. ولكن هذه الوثيقة هي وثيقة بتشترط مجموعة من الضوابط عشان تحصل عليها السيدة، بتنفذ لجميع السيدات زيجات حديثة أو زيجات قائمة بشرط ألا يزيد عدد الأطفال عن طفلين، وألا يقل أيضا عدد سن الزوجة عند الانضمام إلى هذا البرنامج عن 21 سنة، وألا يزيد عن 40 عام. أيضا من ضمن الشروط احنا عايزين نحافظ على صحتها، فاحنا بنشترط عليها الزيارات الميدانية لعيادات تنمية الأسرة، نشترط عليها فترات التباعد في الإنجاب، نشترط عليها فحص دوري لسرطان الثدي والأمراض غير السرية عشان عايزة اطمن على صحة الأم، معناها صحة الأسرة، معناها صحة المجتمع. يمكن أن تصل المزايا التأمينية وفقا طبعا لسنة الالتحاق، وفقا للالتزام بالضوابط، قد تصل هذه الميزة التأمينية إلى 60,000 جنيه. طب ما يميز هذا المشروع؟ المشروع ده أول مرة يكون هناك مشروع بيحظى بدعم سياسي غير مسبوق. السيد الرئيس اجتمع معانا يعني مرات عديدة جدا، تابع بنفسه، ادانا عدد كبير من التوجيهات من أجل تنقيح وتطوير هذا البرنامج. لأول مرة أيضا بيتم مواجهة القضية السكانية من منظور تنموي شامل وليس منظور صحي. احنا بنتكلم النهاردة على إدماج البعد السكاني داخل
خطة التنمية وداخل القضية التنمية. لأول مرة أيضاً بنتكلم على محور أساسي وهو تمكين اقتصادي للمرأة وأنشطة اقتصادية بتساهم فيها المرأة في زيادة النشاط الاقتصادي، وبتساهم في زيادة الناتج القومي، وتساهم أيضاً في زيادة الناتج المنظور. إحنا بنتكلم على تمكين، على تسجيل بطاقات، نتكلم على شمول مالي، على بطاقات ميزة لهذه السيدات. فأنا بتكلم على منظومة متكاملة لتمكين اقتصادي للمرأة. نتكلم أيضا على حوافز إيجابية لأول مرة بتتم في هذا البرنامج من أجل ضمان استقرار الأسرة. حافز مادي أيضا بيتم الحصول عليه في حالة لا قدر الله وفاة الأم. طبعا الشيء الأخير وهو ميكنة أو التحول الرقمي من أكل الرصد، وتقييم كل تدخل وتقييم أثر كل تدخل على خصائص السكانية. لأول مرة بيكون لدينا مشروع متكامل بحوافز. أنا عندي حوافز مادية، عندي حافز وهو توفير فرصة عمل، عندي حافز للفئات الأكثر احتياجاً من أجل توفير سلة غذاء في الألف يوم الأولى. فهو برنامج متكامل بالحوافز الإيجابية، وده اللي بيأكد أن احنا هدفنا الأساسي الارتقاء بخصائص السكان ووجود طفل جديد يخرج إلى النور يحصل على أحسن تعليم وعلى صحة، علاج جيد وعلى بيئة مواتية. يظل الجهات طبعا جهات كثيرة جدا بتشارك في هذا المشروع، بيظل يعني يقتضي الحقيقة نجاح هذا المشروع تكامل بين كل شركاء التنمية، القطاع الخاص، المجتمع الأهلي طبعا بالتعاون مع الحكومة، ويظل دور الفرد والأسرة هو الحاسم. الاختيار بين أن أنا يكون لدي حجم أسرة مناسب أستطيع به أن أنا أحقق حياة جيدة لأولادنا وأحفادنا في المستقبل، وبين عدد كبير أستطيع أن أنا أرى فيه حياة ليست هي الحياة الملائمة اللي احنا كلنا بنتمناها لمستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا. شكرا لحضراتكم.